للمغرب فوزي بهذا اللقب المستحق. حاولنا نسارع بالأسلحة ديالنا ولكن ماشي سهل ضد المغرب، ولكن أظن ولكن أعطينا صورة جيدة من المنتخب ديال أنغولا، المؤهلات ديالو، احترام، وهذا بالنسبة لي هذا الشيء أهم شيء. في هذه المباراة المغرب كان فريق أكثر، اشتغل كمنظومة وكفريق أكثر من اللقاء الأول. ملي كتكون الأمور غادا في هذا الاتجاه كتكون أصعب بالنسبة لنا. ولكن ملي تسجل لنا الهدف الثاني فقدنا الأعصاب ديالنا شي شوية. كنت كنتظر الميطا تمرك علينا الثالث قبل ما تمرك قبل الشوط الثاني. في الشوط الثاني حاولت نصلح بعض الاشياء، خديت بعض المجازفه باش نحاول يعني نحافظ على النتيجه. المغرب فريق مكون من لاعبين مهاره، ولكن في نفس الوقت انا فخور باللاعبين ديالي لان عندهم 20 21 عام وشافوا في العيون ديال نجوم الفوتسال. بالنسبه لي يعني شيء جيد جدا، نقدروا مازال نتقدموا في المستوى ديال الفوتسال والفرجه تكون بطبيعه الحال بشكل اكبر. ولكن ما عندنا ما نقول، المغرب كان افضل وفازوا ومستحق. تكون مدرب صعب، ملي كتكون عندك نتائج كتكون اشياء جميله، ولكن ملي كتخسر خصك تحسن المستوى ديالك وتدرب اكثر وتوجد اكثر باش يعني تفك الشفره وتصلح المشاكل. ما كنظنش اننا فشلنا 100% في هذه الخطه، لان الرغبه ديالنا هو نخليهم يدوروا الكره في اكثر وقت ممكن ونبعدوا من المرمى ديالنا. ملي تكون عندنا الكره نحاولوا نلعبوا بسرعه كبيره واحد لواحد. حاولنا بعض المرات وحاولنا المغرب ما عطاتناش الفرصه باش نلعبوا بهذه الطريقه هذه، وهذا يعني ما كنلعبوش بوحدنا، كنلعبوا ضد خصم بحال المغرب. ضد المغرب الامور كتكون يعني بحال كتعاود. خاصنا نواجهوا، خاصنا نقول للاعبين ان بحال هذه المباراه تكون صعبه ضد المغرب بالرغم ان كنلعبوا بالمؤهلات ديالنا، لان الامور كتكون صعبه لان المغرب كيكون يعني مستعد بشكل جيد. وحده من الاشياء يعني فما كترتكب شي خطا يعني في هذا المستوى الدولي كتخلصها. هذا هو المستوى الدولي، ما لعبناش مباراه دوليه دي ثلاثه سنوات. اللاعبين دخلوا لهذه القاعه شافوا النشيد المغرب سمعوه يعني هبطوا العينين ديالهم. ولكن خصنا نقول لهم يلا نمشيو للمعركة. هذا ماشي عذر، هذا هو الواقع. ولكن أنا سعيد أنني غادي لكأس العالم بهذه الميدالية وفي المستقبل ديال بعض اللاعبين ديالي بهذه التدهورة. بزاف ديال الأندية غادي يعطيهم فرصة باش يحترفوا ويظهروا الامكانيات ديالو. هذه من الاشياء المهمه بالنسبه لي. انا الفكره يعني واضحه بالنسبه للبلد. كل شيء سعيد لان عطينا صوره جميله. نفس الشيء بالنسبه لكره القدم في كاس الافريقيا الامم الاخيره. حسينا بأننا قدمنا ما لدينا، وبالنسبة لنا هذا إنجاز تاريخي. هذا الإنجاز هذا خصنا نعتبره منطلق بالنسبة لنا، خصوصا الظروف اللي خدمنا فيها. خلقنا مجموعة،
والنتيجه اللي حققنا ما عندهم يعني ما كاين التاثير ديالو هو العمل. وبالنسبه لانغولا كره القدم داخل القاعده تطور شيئا فشيئا، لان كاين بطولات كاين تظاهرات، والمره الجايه غادي نحاولوا نكونوا كذلك ند اقوى بالنسبه للمغرب. كنظن المفاجاه ديال هذا ديال كاس العالم المقبله غتكون هو افريقيا. هذا الشيء اللي كنشتغل، وانا سعيد بان المغرب عند هذا المستوى، لان غنديروا مشاكل للمنتخبات الاوروبيه في كاس العالم. هذا التنظيم من اهم الملاحظات ديالي، الحضور ديال رئيس الكاف ورئيس الفيفا هنا دليل على ان كره القدم الافريقيه غتطور وغادي تطور بشكل كبير وغتكبر بشكل كبير. وبعلاقه على الحضور ديال افريقيا، أنا كان آمن بأن المنتخبات الإفريقية غتدير مشاكل كثيرة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، وهذا هو ما كنظن وهذا اللي كنحس به. باور بلاي أو الحارس الطائر توضع باش خلق المشاكل ديال اللاعبين ديالي ويخليهم أكثر نرفزة. هاد اللحظة ديال الباور بلاي دافعني بشكل جيد، ولكن المشكل هو الطريقة ديال توزيع اللاعبين والسيركولاسيون ديال الكرة، يعني ما ارتكبوش أخطاء، ما كاينش فرق بين لاعب وآخر، كيفاش كيستمروا كيفاش كيقطفوا الكرة. هذه استراتيجية، وفوتسال رياضة ديال استراتيجية. مدرب المغرب ما فاجئنيش لأنه استعملها في اللقاء الأول، ولكن المهم أهم هو سجلوا جوج الأهداف بها. وهذه الشيء بحال هذا كيوقع كنديروا العمل ديالنا بطريقة خاطئة. كان عندنا اللاعبين خصهم يحسوا بهذا الضغط. قلت لهم اي مره ملي كيكون الضغط ما خصهم يعرفوا يمتصوها، وخصهم يحسوا بها ويلقاو اجابات باش نقدموا ونحسنوا اللعب ديالنا بشكل اكبر. دائما كنقول ما كنخسروش، كنتعلموا، واليوم تعلمنا، واليوم تعلمت. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.